أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة اللي كان لهم أسئلة المرة الماضية مش عارف أنا وضعت الورق فيه، فاللي له سؤال من المرة الماضية يسمح يكتبه مرة أخرى، كما أرجو التقليل من الأسئلة بالنسبة للآخرين في هذه المرة. حقيقة أحيانا بيكون النفوس لها نوع من التعلق بالله سبحانه وتعالى، فتأتي بعض آيات الكتاب العزيز كدقات على أبواب القلوب سمعتها، وفي نفس الوقت تذكرها بواجبها. أخونا القارئ الفاضل قرأ قد أفلح المؤمنون، قال إلي إن لا يوجد أي تعبير على الإطلاق يفيد السعادة التي تنتظر المؤمن ويعبر عنها مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمن. بدون كسر هذا دليل على أن هذه الحياة بكل ما فيها لم يرد منها إلا إيجاد هؤلاء المؤمنين. يعني الله سبحانه وتعالى خلق لنا هذا الكون، وخلق الكوكب الذي نحيا عليه، وخلق لنا المال، وسخر لنا الأرض والسماء، وأعطانا من كل شيء، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل ذلك من أجل أن نؤمن به وأن نوحده ونعبده ونتصل قلوبا وأرواحا بالله وبصفاته الحسنى وأسمائه. يعني كأن المطلوب أن يكون كل منا ربانيا، لأن الله يقول له أنا خالقك وخالق الكون من حولك، وأنا أدعوك إلي لتسمع لي وتطيع وتؤمن بي وتخضع، ولك بعد ذلك من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بصر. ولذلك في أول الآيات قد أفلح المؤمنون، وفي آخر الآيات أولئك هم الوارثون.
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يعني أولئك الذين ذكرت صفاتهم هم الذين جعلهم يرثون الجنة. الجنة امتلاكها لا يسمى ورثا، لأنك ترث ملك غيرك. إذا كان بينك وبين الغير صلة، ثم هذا الغير مات وصلى، هنا يقال إنك ورث. فالميراث إذن يعتمد على ملكية الآخرين شرط أول، ثانيا على موت الآخرين كشرط ثاني، ثالثا على صلة بينك وبين الآخرين تستحق بها أن ترث. فكيف قيل إننا ورثنا الجنة والجنة خالقها الله ومزينها الله ورافع شأنها الله، وليس هناك مخلوق على الإطلاق؟ بنى في الجنة غرفة أو غرس فيها شجرة أو عمل فيها أي عمل. الجنة ملك لله والله صنع فيها كل شيء، فإحنا بنورث مين في الجنة؟ هنا ندرك العظمة حين يقول تعالى قد أفلح المؤمنون، وبعدين يبين صفات المؤمنين المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخره. ثم يقول أولئك هم الوارثون. فكيف نكون وارثين ومن الذي ورثناه؟ هنا ندرك عظمة الإيمان، كأن الله يقول لنا إن ربكم حين خلق هذا العالم جعل مقصود الخلق أمرا واحدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلقهم ونفخ فيهم من روحه وجعل هذا الروح مصدر الصلة بين العبد وربه. فكلما جاهدت نفسك وكلما ذكرت ربك وكلما خلوت به وكلما قرأت كتابه وكلما جالست الصالحين وكلما تجردت من هواك ومن نفسك الأمارة بالسوء وتخلصت من شياطين الإنس والجن، كلما تقربت من الله وشعرت بمتعة العبادة وأحسست بلذة المناجاة وأنت كعبد حين يخفو في ليلة أمرك وتشعر بحسن الصلة بينك وبين ربك،
فإنك حينئذ كما سمعت مرارا فإنك حينئذ عبد في الأرض ولكنك ملك في السماء. ملك لأن الملائكة تدعو لك ولأن الله تعالى يأمر حملة العرش أن يستغفروا له ولأن الله يصلي عليه ويأمر ملائكته أن يصلوا عليه كما قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالذين خرجوا من الظلمات إلى النور وعاشوا في جو الإيمان وجو الصلة بالله وجو الحب لله وجو الخوف من الله وجو الاعتماد على الله وجو الشعور باللذة وهو ينطق بلسانه كلمة الله، هؤلاء أفكروا هم الربانيون، هم الذين صلى الله عليهم وصلت عليه الملائكة الله. ولذلك في الحديث من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإذا ذكرت ربك بين الناس ذكرك الله في الملائكة فأظهر اسمك وأعلى ذكرك وغفر ذنبك، فأي شيء تصمد بعد؟ إذن كلمة المؤمن الله ربي في الأرض لها جوز في السماء، وكلمة المؤمن ربي أنا عبدك وأنت إلهي، أنا الذليل وأنت العظيم، أنا المذنب وأنت الغفار، أنا المحتاج وأنت الغني، وأنا عبد تافه حقير، وأنت إله عظيم لك الأسماء الحسنى والصفات العليا. كلما قلتها تفتحت لك أبواب السماء وتنزلت عليك الرحمات وعشت ربانيا متصلا بالله حتى إن الملائكة تلتف من حولك وتحيط بك وقد تنطق بالكلمة كما جاء في الأحاديث. فإذا الملائكة كل يريد أن يكتب ثوابها حتى يرتفع الملائكة إلى السماء من شرف كلمة قلتها. لماذا؟ لأنك مؤمن، لأنك قلت الله ربي، وأنت حين تقولها في الأرض فذرات الأرض أشجار الأرض مياه الأرض دواب الأرض حشرات الأرض كل شيء في الأرض يتجاوب معك. وإذا كانت الطير كانت تؤود مع داود وكانت الجبال تردد التسبيح معه، فإن الله تعالى أعطى المؤمنين سورة لما يسبح معهم في الأرض وفي السماء. فبين الله لهم كما جاء في الحديث بالنسبة للرجل الذي جاء يطلب علما، قال له ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر يعني حصر إلا استغفر لك.
فهذا المؤمن الذي يستغفر له الشجر والحجر والمدر في طريقه وقد يمشي مئات الأميال، أليس ذلك تجاوبا بين الحصى وبين هذا المؤمن؟ وهذا المؤمن الذي يسعى إلى المسجد طالبا العلم فتضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع، وهذا المؤذن الذي يرفع صوته باسم الله فيشهد له كل شيء إلى آخر مدى صوته، يشهد له يوم القيامة. وأنت إذا أذنت وكنت في الصحراء فأذنت للصلاة وأقمت وليس معك أحد، فإن الحديث يخبر أن الله يرسل إليك ملأ من الملائكة يصلون خلفك. خلف من؟ خلفك أنت، وأنت أنت الإنسان الضعيف المسكين. إذا قلنا إن الملائكة تبشر المؤمن عند موته وتقول له قد أفلح المؤمنون، وتبشره في قبره وتقول له انظر هذه الجنة بكل ما فيها تنتظره، نعم قد أفلح المؤمنون. فإذا قام يوم القيامة وكان اليوم طوله 50,000 سنة فإنه عند المؤمن كصلاة ظهر أو صلاة عصر، ويناديه الله أين المؤمنون؟ أين المتقون؟ أين الصادقون؟ أين المحبون؟ أين الذين كانوا يتحابون في الله ويتجالسون في الله ويتجاورون في الله؟ أين غرباء المسلمين؟ أين هم؟ فيرفعون رؤوسهم فيقول لهم ربهم أبشروا بخير ما تمنيتم وفوق ما أملتم، إنني أعددت لكم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن قد أفلح المؤمنون. فإذا سيق المؤمنون والملائكة تخاطبهم بأنغام جميلة وصور مشرقة ومن فوقهم ظل يمنع حر الشمس عنهم، سيقوا إلى الجنة، فإذا بأبواب الجنة تفتح لهم والولدان تستقبلهم والملائكة ترحب بهم وتقول سلام عليكم، وربهم يدعوهم ويخاطبهم ويحييهم سلام قولا من رب رحيم. يا عبادي أيها المؤمنون أشكركم على عبادتكم وأشكركم على إيمانكم وأشكركم على صبركم وأشكركم على تحملكم في سبيل دينكم. هذا الشكر مذكور في قوله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اتفضلوا يا عبادي ادخلوا الجنة، اتفضلوا ويدخلوا. مين اللي يحيي الله؟ مين اللي يعمل عزومة؟ الله. مين اللي يعمل حفلة؟ الله. مين اللي بيلبي مطالبهم؟ الله. كلما طلب انسان طلبا او تمناه في نفسه يتحقق في ساعته. من الذي يفعل؟ الله. اذا قد افلح المؤمن.
واذا حين يقول تعالى اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، فاننا نفرق من هنا كما قلت لنجيب على السؤال هم ورثوا من؟ اكون الجواب الذي جاء في حديث صحيح، فان الله تعالى حين يسأل المؤمنون في قبورهم فان الملائكة بامر الله تقول للمؤمن انظر هذا مكانك في النار وهذا مكانك في الجنة، اما مكانك في النار فان الله تعالى ابعدك عنه وجعل فيه كافرا ممن كفر بالله ولم يؤمن به. ولذلك قال العلماء اخذا من الحديث كل مسلم له مكان في الجنة ومكان في النار، وكل كافر له مكان في النار ومكان في الجنة اخذا من هذه الاحاديث. فاذا ادخل المؤمن الجنة قيل له خذ هذا مكانك وهذا مكان هذه اماكن عدد من الذين كفروا بالله ولم يؤمنوا به انت ورثتها. ويقال للكافر اتفضل هذا مكانك في النار وهذه اماكن لك في النار تكون فيها وتتفتح كانت لغيرك، فلما امنوا ورثتها انت. اذا فالمؤمنون ورثة الكافرين وهم ورثتهم بما جعلهم الله كذلك، فالمؤمنون يرثون الكافرين يوم القيامة في ملكهم في الجنة، والكافرون يرثون المؤمنين فيما كان لهم في النار لو لم يؤمنوا. لكن الكافرين لم يموتوا، ولكن الذي قضى الله عليه بالحرمان هو والميت سواء، بل لو ماتوا لكان خيرا لهم. ولذلك حين يرى الكفار يوم القيامة، حين يرون كما جاء في بعض التفاسير ان الله يقول للبهائم بعد ان يحكم بين عباده يقول لها كوني ترابا، فان الكافر حينئذ يحسد البهائم ويقول يا ليتني انا كمان كنت ترابا. قال له كان انتهت المشكله لغايه كده. اذا هنا ندرك عظمة الايمان وروعة الحياة التي جعلنا الله فيها، فنسأله تعالى ان يرزقنا شكره على توفيقه لنا وان يوفقنا لنعمل بموجبات او بمقتضيات الايمان ولوازمه، وان نسأله ان يثبتنا على الحق وان يأخذ بنواصينا الى ما فيه سعادتنا في الدنيا والاخرة، وان يصلح لنا في ازواجنا وفي ذرياتنا ويغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين. هذه كانت لمحة خفيفة لا بد منها بعد ان عشنا فترات مع الفقه، والفقه بطبيعته جامد
وبطبيعته صعب وشاق. فإذا أردنا الآن أن نعود إلى الأحكام الفقهية أو أحكام المال في الإسلام، فإن بعض الإخوة قال لي في الأسبوع الماضي: إنك أخذت على نفسك أن تلخص لنا المحاضرة في آخرها ولكنك لم تفعل. فقلت له: لقد نسيت، وأعدك أن أفعل أول المحاضرة المقبلة إن شاء الله. وأنا الآن ألخص، فمن كان يكتب فليكتب، وقد رجوتكم أن تكتبوا لكن تعودتم ألا تكتبوا، ومش عارف انتوا عاوزين الفقه يجيلكوا ازاي. دراية ما بتكتبوش، كتابة ما بتكتبوش، فهم مش معقول هتستوعبوا كل شيء. ده انت هتاخد تكتب وبعدين تروح تراجع نفسك علشان تتفضل كاتب. طيب دلوقتي اجيب لك انا كتاب يقول لك على الكلام اللي انا هقوله ده. الكلام ده بيكون صعب واحنا بنقوله باسلوب تاني. طب اروح اجيب لك انا كتاب ينفعك؟ لغايه دلوقتي مش موجود الكتاب ده. ابسط كتاب واسهل كتاب في هذا الموضوع هو فقه السنه للسيد السابق جزاه الله خيرا. ومع ذلك في صعوبه بالنسبه لكم. طب امال تعملوا ايه بقى؟ اولا عموما نعمل اللي عليه، واما تنازلة السلطان فليعملوا ما عليهم برضه. اما اقرار خلصت المره السابقه ان الخطر من المال الحرام خطر عظيم، وهو خطر قائم وملحوظ، وان اكثر المعاملات يدخل فيها الخطأ في معرفة الأحكام وفي العمل بها، وهذا الخطأ يترتب عليه أن يأكل الناس مالا حراما. وأن المال الحرام يأتي من طرق عديدة سنفصلها تفصيلا دقيقا في الكلام على كل شيء من أحكام المال. لكن هناك أشياء محرمة تقع على مستوى المجتمع، والأشياء المحرمة التي تقع على مستوى المجتمع تعتبر خطيرة جدا. من هذه الأشياء المحرمة التي تقع على مستوى المجتمع الاحتكار للأطعمة، واحتكار الأطعمة معناها أن التاجر يخفي الأطعمة أو الأدوية أو الأشربة التي يتناولها الإنسان وتعتبر ضرورية له، يخفيها من أجل أن يزيد سعرها. فإذا زاد السعر
بعد ان قلت البضاعة في السوق اخرجها وباعها غالية. وقل ان هذا ذنب صاحبه يعذب بقدر كل انسان تضرر بسببه. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وقال لا يحتسر الا خاطئ. لا يحتسر الا خاطئ يعني مذنب ذنبا متعمدا. وقال من احتسر الطعام لا يقبل الله منه 43 يوما. وفي هذا الحديث الأخير مقال. واتفق العلماء على أن احتسار الأطعمة وما هو ضروري يعتبر حراما لأنه إيذاء للمسلمين الخاصة وللناس عامة. وبناء عليه فسروا من هنا فسروا معنى الاحتسار وقد عرفتموه. ووقت الاحتسار وقد عرفتم ان الوقت الذي يحرم فيه الاحتسار هو الوقت الذي توجد فيه السلعة عندك لأجل أن تبيعها. أما إن وجدت عندك لأنك تقتنيها أو عندك أنت راجل عندك مثلا شعير أو قمح حر يعني أو فول حصدته من زرعك أنت وأبقيته حتى يأتي وقت مناسب هذا لا يعتبر احتكارا. انما الاحتكار هو عمل التجار في انهم يشترون السلعة ثم يخفونها ليزداد ثمنها في وقت الناس في حاجة اليها. فهم بيكون عملهم ضغط على المجتمع. هذه الصورة متفق عليها. اما الصورة الاخرى صورة الزارع الذي حصد الثمار ثم يبقيها حتى ترتفع الاسعار فانه لا شيء عليه الا في حالة واحدة. هذه الحالة هي ما اذا لم توجد السلعة في المجتمع وهي موجودة عندك فترتب على ذلك جوع الناس او عريهم او عطشهم فحينئذ يأثم. لأن الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات سبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. وهذا إنسان عنده البر أو السعير أو غيره والناس محتاجون وهو يعلم فهو يأثم حينئذ بقدر تضرر أي إنسان.
هذا ايضا لا شك فيه، انما يعني متفق عليه ان في خلاف ان هو يستطيع يخرج البضاعة ويبيعها في وقت السلع فيها رخيصة، فهو اخر من اجل اغلاء السلع. وكان هذا الانسان رجل اقطاعي، طب اقطاعي يعني ايه بقى؟ في اقطاع ورأس مال. الاقطاعي انسان يملك جزءا كبيرا من الارض ليزرعه، فاذا وجد 5 اقطاعيين في الكويت مثلا ممكن يملكوا اكثرية ارض الكويت، فاذا اكثرية المحصول ستكون في ايدي الاقطاعيين. اذا هؤلاء يستطيعون ان يتحكموا في السوق 1,000,000 مرة، فهؤلاء اذا تحكموا في السلع فتضرر الناس بذلك، منعوها لترتفع الاسعار وبعدين ينزلها شويه شويه. يا راجل نزل ولا كده علشان نبيع، بدل ما ابيع ب20 دينار ابيع ب40، وكان ماسك على ال40. واحنا عارفين ان من عيوب الاقطاع ومن عيوب الرأسمالية التحكم في اقتصاديات الناس وفي حياتهم المالية وفي لقمة العيش التي يأكلها الشعب. وهؤلاء بطبيعتهم لا يزكون ولا يصلون ولا يصومون ولا يرحمون، فيجب على الحاكم ان يهجم على محصولاتهم ويقول لهم انتم القوم الظالمون، فتؤخذ منكم الزكاة قهرا وتوزع على الناس بدون اجر على الفقراء بدون ما تاخذوا عليها ثمنا، ويؤخذ تخرج البضائع الاخرى المحاصيل لتباع للناس بالسعر الذي يقدر عليه السعر، لأنه ثبت إضرارهم في الناس، وأن الإضرار متعمد فيعاملون ضد قصدهم وضد عملهم. الكلام ده واضح. روح للرأس مال. من الرأس مال؟ الرأسمالية هي عبارة عن تجمع الأموال في أيدي فئات معينة قليلة. يعني تجد برضو بلد زي الكويت في 20-30 واحد، الشركات في ايديهم، الجمعيات التعاونية في ايديهم، الاستيراد في ايديهم، التصدير في ايديهم، مزارع الزواجر في ايديهم، مزارع المواشي في ايديهم، الالبان في ايديهم. يعني ايه؟ ارواح الناس في ايديهم. ممكن هؤلاء يتحكموا في الدولة، ونحن عرفنا كيف يستعمل الاسلام حقا، لان دول هيشتغلوا شغل التجار، ودعنا عرفنا التجار بنعمل فيهم بالنسبة للاعتقار. والاسلام شو؟ الاسلام لو وجد خطة تموت جوعا وبجوارها غني يهدم الحاكم على الغني ويأخذ من عنده لإطعام القطط، ويحرم عليه وعلى الدولة تعذيب القطط مع وجود طعام لها. القطط كذلك الكلاب، فما بالك بالإنسان؟ نفهمين الكلام ده؟ لما بنكون في الجبل
ومعانا ماء يكفي الشرب، شرب الانسان وشرب الذئب الجمل او الحمير وشرب القطة، ولا يكفي الوضوء بعد كده. فالاسلام يقول لك اسق القطة واسق الكلب واسق الحمار واسق اي حيوان معه سواء يقتل او لا يقتل، ان بقي معك ماء للوضوء توضا والا تيمم. ده في حقوق الله. وفي ايه؟ في اهم الاركان وهو الصلاه. انا مش قلت لكم ان احنا غلطتين؟ الغلطه الاولى عدم دراسه الفقه والاحكام الاسلاميه. حضرتنا لغايه دلوقتي بنوعظ، وكل سببنا نسا على الوعظ وليس عنده اي فكره عن حقيقة الأحكام الذهبية. ثانيا، الغلطة الثانية إن إحنا مش عارفين نعرض الإسلام في جواهره، عشان كده أصبحنا نقتل بسهولة، غيرنا بياكلنا بسهولة. فإحنا عاوزين نفتح عينينا بقى وندرس الحقائق، والمسألة محتاجة إلى دراسة، إلى دراسة يا ناس، دراسة، دراسة بتعجز العلماء اللي طول عمرهم عايشين فيها. هيقولوا للراجل ده بيخرف ولا لا؟ صدقني هيقولوا بيخرف. ليه؟ قال لك ايه؟ طب ما كل واحد بيمسك، انا بمسك اي كتاب وبعرف الكلام اللي فيه. طيب هدي انت معرفتك ولا حاجه لغايه دلوقتي، اما تشوفك هتعرف انت بعد 50 سنة ان شاء الله تكون قربة ملقى مرة ثانية. طيب هذا الاختصار قلنا انه حرام وحرمته بيتضرر منها المجتمع. الغش حين يصبح صورة عامة، الحديث من غشني فليس مني، وهو جريمة اجتماعية كبرى، وهو يجب فيه التعذير، يعني التأديب، والتأديب يختلف حسب الظروف، لأن التعذير والتأديب في الإسلام يبدأ بالكلمة وينتهي عند بعض الفقهاء إلى الحد او الضرب او القتل. طيب ده بالنسبة للغش. الغش انواع كثيرة، والحمد لله. انا لو حبيت اسألكم عما في المجتمع من الغش لكنتم اساتذة لي، مش أسدت لأنكم غشاشين، أسدت لأنكم عارفين، يعني أنتم أساتذة في فهم الغش اللي موجود في المجتمع. ليه؟ لأنكم إيه الغش؟ أنا يمكن أول واحد بقى يتغش، كان هذا كل ما كنت في حتة يقول أهلا وسهلا حضرتك، حضرتك الشيخ يا ألف مرحبا، أقول والله ده أنت ألف رحمة. أتابي من وراء بحكة مطلب يا فنجل، وخد عندك بالشكل ده بقى يا جماعة بتقعد تقول خدوا بالكم كلكم، كل اللي بيرحبوا بيكوا ناويني بالصوت، كل اللي بيقول لك أهلا وسهلا حصلت البركة محطوط في ذهني يقول طب أنا هشوف أعرف أوريه دقن دي عملت له إيه. عشان كده بيبقى صعب إنك تبحث أو تجد مؤمن تتعامل معه. البند الثالث اللي قلنا اللي بيأتي من قبله الحرام، قلنا عملية الاستيرار، احتكار الاستيرار، احتكار الاستيراد
محدش ينتبه لها، لكن الرسول عليه السلام محمد عالجها من زمان ونهى عن تلقي الجلب. قلت لكم ان تلقي الجلب صوره في اصلها بسيطه، لكن لما بنبحثها بنجدها في منتهى الخطوره. صوره ان انسان يجب واحد من الفلاحين واحد من البادية جاءت ببضاعة، فيخرج ويقول له فعل البضاعة، وبعدين يقول له السوق اصله نازل شوية والجو مهدين على سنك وشوية قرابيط من هذه ليلصق البضاعة قبل ان تدخل السوق، فياخذها بثمن الدخل ثم يتحسن هو في السوق. يبقى في غلطتين. الغلطة الأولى إنه منع الخير عن الصف الآخر. الغلطة الثانية إنه أضر في المجتمع. وقلت لكم شرع الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الرجل اللي باع بضاعته إذا علم أن الرجل أخذ منه البضاعة مثلا بألف دينار والبضاعة تساوي 2000 دينار، فإن له الحق في أن يذهب إليه ويقول له أعطني 2000 أو رد إلي بضاعة. هذا حقه، فإذا لم يوافق يعرضه على الحاكم المسلم، والحاكم المسلم يحكم له بذلك. هذه الصورة البسيطة. تعالى انظر الى قضية الاستمرار، تجد نفس العملية. يعني ممكن اي واحد اجنبي مستعد انه يفتح حساب هنا مع اي وكالة ويبعث البضائع، وده يبعث وده يبعث وده يبعث، او ما انا بروح اعمل يبقى. اقول لا، ما هو اذا فتحت المسألة بالشكل ده انا مش عارف ابيع، فاروح اتفق انا مع شركة وقال لهم من ضمن الشرط انكم لا توردوا لاحد غيري. هذا الشرط ضار بالمجتمع. نمر في سنين هو لان ما فيه غيره هيدخل السيارة بالكويت يستطيع ان يتحكم في السعر. فبتيجي مثلا حضرتك تروح لشركة، اي شركة، شركة فيزو اللي هي فرد اللي شركة ملا الغانم، شركة مين، تجدها محتكرة انواع معينة. لو رحت انت امريكا او فرنسا او السويد تشتري السيارة دي انت علشان بعت انت منين علشان تستورد السيارة، يقول لك لا، ممنوع استيراد السيارة السويدية من السويد او الفرنسية من فرنسا الى الكويت الا عن طريق الوكالة. ليه؟ لانه هو لو اعطاك هيعطيك بثمن منخفض وتقدر تاخد وتدي والدور ممكن يتسع، لكن لما الشركة بتتحكم هو جاب السيارة وقطع عليه كام؟ في 1000 دينار. بعد ما جاب اول سعر السيارة دي 1400، بعد سارين ثلاثة لقى الأسعار بدأت قلاب ب1500، على ست سور بعد ب1700، قبل السنة ما تخلص بقى ب2000، يبقى حضرته كسب فيها أكثر من 100 جنيه. كل ده على حساب مين؟ المساكين والغلبانين اللي رايحين يجيبوها بالتقسيط ويقطع في رقبته. التقسيط ياخد والتأمين ياخد والمرور زي ما احنا عارفين والسيارات كل يوم دعم وخرابيط والفقير المسكين محتاج.
ان جابها قديمة بتخرب بيته وان جابها جديدة بتخرب بيته. امال يعمل ايه؟ ولا حاجة. امر لله. هذه اوضاع كما قلت لكم ما دام يحصل الضرر منها بتبقى حرام. احنا بنعيد اللي فات اهو، والجماعة اللي بيكتبوا ارض النوم يكونوا كتبوا هذا الكلام. هذا نوع. نوع ثاني، انا دخل بترس من قطاع شوف النصاحة بتاعة النبي، لانه بيتكلم عن واحد قال لك طب انا من اروح اجيب البضاعة من استوردها امالها تعمل ايه؟ قال لك انا هخليها فيه وحتى يجوا الاجانب يبيعوها كمان هنا. بيجيني واحد على سان يقول والله انا جايب بضاعة قد كده مين يشتري؟ فممكن جدا انه تطعيم المزايدة والسوق مفتوح والكل يشتري، فيطلع واحد تاجر راجل جيبه مليان، الثاني ده معاه 100,000 والثاني 200,000 والثالث 1,000,000، حضرتكم كده بيحط ايده في البنك على 200,000,000 300,000,000 عقبال عندكم يا حبايب. تتجنى وتفكروا هنا ما تنفعكوش والله، هيتجفن ومش ضايقين منها حاجه ابدا، مش ضايقين والله، بياكلوا اقل منكم وبيشربوا اقل منكم وبيسكنوا اقل منكم وبيتنكدوا قدكم 1,000,000 مره. ربك قادر يا فندم، الله اكبر، تساويهم وتساوي جميع بنوكهم وجميع اموالهم وياخد السقاء اللي بينتظرهم. فيجي انت، يجي واحد تاجر يقول له تعالى انت جايب بضاعة ايه؟ جايبين كيف كيف كيف، والتاني جايب كيف، والتالت جايب كيف، ادي بضاعة جاية من الاردن، والتانية دي جاية من بيروت، والتالتة دي جاية من ايران، والرابعة هتيجي من العراق يفتحوها قريبا، والخامسة جاية من السعودية. اطلع يالا، اطلع يالا يا سحرور يا كرفور، الحق البضائع دي. ايه؟ الخضر دي لو نزلت السوق هيبقى على طول صندوق البندورة هيبقى بمئتين فلس. امال اللي احنا عايزينه ما ينزلش عن دينارين ابدا. صلى نرميه، لو رمينا نصه ونبيع الباقي بدينارين احنا اللي بيع احسن ما نبيعه بمئتين وخمسمية. ما احنا قريبا رحنا جبناه بخمسمية، ما فيش اسبوعين لقينا الصندوق نفسه هو بدينارين. بعدين بتمسكوا تجدوا معصوب، يعني معناها عايز في الثلاجة بقاله 3 أشهر. وكذلك تجد النفس العملية في البرتقال والعملية في التفاح حتى الكوسة. فيجي واحد يلم البضائع اللي جايبينه داخل في الثلاجة زي ما بيعملوا فينا ويتحكموا في اللحوم، الله يخرب بيتهم اللي دايما بيتحكموا في المسلمين ويضروه، الله يخرب بيت ان كانوش هيتوبوا. الناس مش لاقيه، مش عارفه تاكل الناس، فيجي يلم ده كله ويبتدي يتحكم. اسمه ده ايه؟ صدق اسمه تلبي الجلب. قال ده اسمه بيع الخاطر للفاس. يسوس على البضاعه ويقول له انا هشتري منك غالي شويه، وإذا كنت أبيع لحسابي أنا وأنت أو لحساب الخاص على كيفك. وهذا أيضا ضرر بالشعب، ويجب على الحاكم أن يصادر الضرر ويفرض كل البضاعة التي توزع الشعب، كل اللي يجي يطلع يوم سيوم على سير الناس في السن. إذا لم يبقى شيء في السن خلاص يقول للناس ما في السن. امال هي السعودية بتضحك علينا ليه؟ بتقول شوفوا بقى اهانا بأمن بقى. بتأمنوا ايه؟ قال بأمن جميع المنسوجات. يعني ايه؟ انا بروح استولي على جميع البندورة، وبروح وانا اللي بزرعها، وانا بروح استولي على جميع المحصول من بر وشعير وسكر. ايوه. وبعدين؟ قالوا بعدين اوزع الشعب، ولما يكون المحصول قليل بتعملوا ايه؟ قال بندي شوية الضباط على شوية الوزراء على شوية المديرين، وبعدين نقول للشعب بالعدل كده والمساواة
ما فيه استطاعة يعني فيه فقر، ونحن نستوي في الفقر. يعني بقت مساواة في الفقر، ما بقتش مساواة في الغنى. لكن بطنكوا وبيوتكوا يكذبون يا نصابون مليانة، والقصور بتاعتكوا مليانة، والشعب بس المسكين ما عدا الطبقة، طبقة الحزن وطبقة الحكم وطبقة الوزراء والمحاسيب وطبقة طبقة الانتباع والأخار. إذا شلنا طبقة الرأسمالية وحطينا طبقة الحزن أو طبقة السلة، السلة دي أحيانا تكون شوية ضباط جداد، تكون السلة دي أحيانا شوية أحزاب جداد، تكون السلة دي أحيانا شوية مستوردين من بره البلاد خالص، ويحكمونا ويذلونا، وإحنا الشعب المسلم يقول اشتراكيا نسقف، شيوعيا نسقف، رأسماليا نسقف، خربيت نسقف، اسلام يقول بقى استنى بقى اما نشوف اسلام انتهى قولنا ليه؟ احط لان المسلمين اصبح ثقتهم بدينهم ما هي موجوده. سببها ايه بقى؟ سببها بعدهم عن فهم الدين وبعد امالهم من اللي حينات. كل حركة عاوزة الدين يقوم اعداء الدين ليقضوا عليها. وكل يومين تسمع في البلاد اللي حواليك هنا ضبطوا ايه 10 عيال في مدرسة، بيعملوا ايه؟ هيعملوا يقلبوا نظام الحكم. 10 عيال يقلبوا نظام الحكم. ضبطوا في ناس في جنوب عدن، ايه 50 ولد مالهم كانوا بيعملوا ايه؟ قال بيتجمعوا ومعاهم شويه سكاكين عشان يقلبوا نظام الحكم في عدن. ضبطوا كان حته قال لك ناس في جنوب افريقيا، ايه قال ضبطوا شويه اولاد لهم لحيه. طب وهي اللحيه ذنب؟ وبدأوا يعبدوا ربنا، والاولاد دول متلمين حوالين بعض يبقوا بيعملوا ايه؟ يبقوا بيقلبوا نظام الحكم. هو نظام الحكم ده راكب عطوش دايما عاوز يتقلب، مش عاوز يتعدل ابدا. طب ما دام مش مستعد يتعدل، ما يا اما تعدلوه يا تقلبوه انتوا. ليه كل ده؟ حتى لا يبقى للاسلام منفذ. خلينا في المال الحرام. عرفنا ان من هذه الصور عرفنا المال الحرام من ضمن الشيء العام الربا. والربا حضرته فاهمينه ان صورة واحدة. احب اقول لكم ان الصورة اللي موجودة في اذهانكم هي صورة من 5 صور كلها اسمها ربا. من 5 صور كلها اسمها ربا. الربا اللي في دماغكم ده لم يذكر في الفقه الا في باب صغير، لكن باب الربا في الفقه ماسك نقاط اخرى. مين اللي عرفها؟ قالك بيدرسوها في الجامعات والمعاهد، بس يدرسوها ويبتلوها زي العلم اللي يمسك كده. والعلم بيعملوا في ايه دلوقتي؟ يدرسوه وفي المدرسة او الكلية او المعهد يبتلوه. وقبل ما يطلع الاستاذ يكون غسل ايديه 5 مرات ونظف نفسه حتى لا يقال ان هو استاذ الدين. ولو قالوا له انت استاذ الدين في المدرسه يقول لا انا واخد بس 5 سنين كده، لكن انا بدرس لغه عربيه وبدرس فلسفه وبدرس يعني الدين ده بقى عرق.
اللي خلى تدريس الدين قره في المدرسه مين؟ الدوله. والله العظيم، والله العظيم الدوله هي اللي خلت الدوله المسماه بالاسلاميه في كل او اكثر البلاد الاسلاميه تقريبا. ليه؟ انا افكرت زمان ما يلا ورانا ايه، ما بحبحها شويه، اصل هو الربا ده الفقه ده ان كنتش تبحبح له شويه هيضيق عليك وتطلعوا تقولوا الراجل ده بيتكلم كلام ما احنا عارفين كان عربي ولا انجليزي والكلام صعب. فانا كنت بدرس، كنت مدرس بدرس لغه عربيه واثنين. المدرسه اللي فيها لقيت المدرسين كلهم نصارى ما عدا مدرس اللغه العربيه، لانه مش قادرين ينصروهم، يعني ممنوع ان مدرس اللغه العربيه يكون نصراني. لغايه الوقت ده معرفش غيروها ولا ايه. وبعدين انا حسيت بالضغط لان المدرسه كانت في مكان كل تقريبا او اكثريته نصارى، كمركزين قوي، ويوم الدرس بتاع الدروس المسيحيه يجي الراجل القسيس ويخش نظري قبل التعظيم والتهليل والمدرسين كلهم يقابلوه وكلهم طبعا بينفعوها وبيبوسوا، وانا ما فيش ولا حد بينفعها معايا. طبعا الواحد قال يعني ايه، يعني ايه، يعني الواحد ما يعملش اي حاجة. فجيت انا للمسؤول قلت له اسمع، قال لي ايه، قلت له اديني كل الحصص دين. قال لي ليه؟ قلت له معلش عندك مانع؟ قال لي كل المدرسين يتمنوا انك تاخد حصص الدين عنهم. قلت له ارجوك تدوني. قال لي بس اشرح. قال لي الدين مالوش تقرير اخر السنة، في اخر السنة مش هيدوك تقرير يبقى لمسة تترقى وهتعتبر فاشلا. قلت له يعني اللي دين خالص يبقى فاشلا؟ قال لي اه يبقى فاشلا. قلت له لكي لا اكون فاشلا ماذا تفعلون؟ انا عاوز اخد الدين. قال لي نديك فصل واحد عربي وده يطلع منه التقرير ونديك باقي الحصص دين. قلت له ده حل يكون تديله باقي الحصص. ورحت عاملها يا فندم، عاملها شغلتي ده. كان عندي افتكر حوالي 7 فصول، خليت الاولاد كل في 7 فصول كلهم يصلوا ويتعلموا الاذان والاقامه ويصلي الولد بالناس. فشوف بقى لما المدرسه ركبها 60 افريق، لما نظر الناظر لقى المسجد اللي كان قذر نظف وصرف ووضعت فيه مجلات حائط ووضعت فيه مكتبة ووضعت فيه شوية مقاعد داخلية، وكان لما يجي وقت الدرس الدين ما درسوش في الفصل، ينزلوا الأولاد ودرس لهم في الجامع. فأصبح الجامع طول النهار شغال، الفصل ده يطلع والثاني يدخل، وانا قاعد في الجامع زيكم كده قاعد وياكم، انا طول عمري مقطوع القطع البين دي. حتى في المدرسه كنت كده. فاللي حصل الصوره اتغيرت لدرجه ان بعض المدرسين كان لما يعني يتألم من طالب كان يقول له انا حسيت يا حسن اشوف ازاي بيعلمك دين وانت اخلاقك ميتين. طبعا انا كنت مبسوط، عال عاوزين مدرس الدين ترجع الامور اليه بالتكليف. لكن برضه لقيت يا دوب على اخر السنه وجدت المقالب بدات تدبر وبشكل فظيع. ليه؟ قال الراجل حول الشريطه الى مسجد. احنا ما عاوزين كده. طب وايه؟ هو في مانع؟ طب ما انتوا كنت عاملينها كنيسه، اشمعنى لما تعملوها انت كنيسه تبقى مش غلطانين، ولما احنا نعملها مسجد نبقى غلطانين؟ هو كده. المهم حصل هذا، لكن ربنا توفها وطلعت فين. اذا احنا محتاجين ان احنا نكون في وعي
ولا يمكن ياتي الوعي. انا بقولها وهتفضل اقولها لغايه ما اموت كحجه في اعناقكم. اذا لم تدرسوا الاسلام دراسه دقيقه وتبقوا احسن من خريجي كليات السريعه في البلاد المسماه بالاسلاميه فلا تستطيعون ان تنصروا الاسلام ولا ان تعملوا به. واحنا الحمد لله درسنا هنا درسنا كتب الفقه على مستوى كليه السريعه واخواننا من مهندسين ومدرسين وغيرهم اجابوا واستفادوا ونضجوا. والنهارده بيطلبوني ان احنا نعمل لهم مدرسه الدعاء علشان يطلعوا كلهم ويكونوا دعاء وقايمين بصوره جميله. يعني المساله سهله ما هي مشكله. وفي المسجد بنعمل كل حاجه بندرس كل العلوم اللي احنا محتاجينها. كنا بندرس هنا التفسير والحديث والفقه والتاريخ الاسلامي مع حركه الدعوه الاسلاميه. كل ماده منهم عاوزه كليه وربنا بارك واخواننا طلع فيهم خير كبير جدا. يبقى يجرى ايه بقى؟ طب ما احنا نقدر نعمل كده. مش ربنا قال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم؟ لما تروحوا للمتخرجين من المعاهد المسماه بالاسلاميه تجدوهم 90% و90% منهم ما بيصلوش. انتوا بقى ممكن ربنا يجعل فيكم البركه والخير ويجعل فيكم الايمان والعلم والنور وتبقوا هداة مهتدين. حتى الرجل الامي منكم الذي لا يقرا ولا يكتب من السهل ان يسمع الشريف والكلام اللي في الشريف يروح يقوله باسلوبه الطبيعي العادي اللي بيكلم به الناس وتبقى دي بركه كبيره جدا. بدون كده يا اخوانا ما نقدرش نمشي. فنسأل الله التوفيق وأن يهدينا سواء السبيل. وإن شاء الله لقائنا برضو هنكمل موضوع الربا ده الأسبوع الجاي إن شاء الله. مصممون يعني على كثرة الأسئلة انتوا ليه ما بتحاولوش تكملوا منها؟ اولا لكن نقول الله تعالى يقول وانفقكم الا تقسطوا في اليتامى فانفقوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانفقكم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم. بيقول لي ما معنى ملك اليمين؟ ملك اليمين دي هي القمه اللي كنا بنملكها بعد توزيع الاسرى. يعني لما يجينا اسرى من النساء بنعمل فيهم ايه؟ بيوزع الاسرى دول على رجال الجيش اللي كانوا بيحاربوا بالذات لان دول هم اللي لهم الحق في الاربعة اكماس. الخمس بيأخذ الإمام يتصرف فيه لمصلحة الأمة والأربعة أخماس توزع على المقاتلين بنسب معينة. فالجارية أو المرأة اللي جت في ملك أي إنسان صارت ملكا له تباع وتشترى وهو مسؤول عنها. وله له الحق في ان يتمتع بها جنسيا. فاذا تمتع بها جنسيا فولدت منه تسمى ام ولد. في الوقت ده لا يجوز له ان يبيعها ولا يهبها ولا يتصرف فيها. وبعد ما يموت تصير حرة على طول لان ولدها اعتقها. لو فرض ان هو عنده خمسة دوارم او عشرة هل له ان يتمتع بهن كلهن بالشكل ده؟ له يتمتع بهن كلهن بالنسبة للدوارم. كذلك
هذا بالنسبة لي لو كان في الشكل ده. كذلك انت لو حبيت تتجوز جارية بتروح لسيدها اللي مالتها وتقول له انت عندك جارية انت يعني مستغنى عنها لا تستعملها او لا تستمتع بها، يقول له عندي جاريتين ثلاثة لا استمتع بهن، يقول له طيب جوزني واحدة او بعني واحدة تنبع لك لتاخدها وزي ما قلت لك تستمتع بها ونجوزها لك. زواج الأمة في الشرع لا يحل إلا إذا كنت عاجزا عن التزوج بحرة، ويكون أنت خايف على نفسك من الزنا. ليه؟ لأن الولد اللي راح يجي منها هيبقى عبدا، يعني مش هيصير حر، بخلاف الأمة اللي يستمتع بها مالكها الولد بعدين بيصير حر وبيحرر امه كمان. اما الامة اللي انت بتتجوزها من عند سيدها لا بتبقى وضع اخر. فهذه هي المملوكة، والاسلام فتح ابواب كثيرة لانهاء هذا الموضوع. وده اذا حبيت تقرأ بقى اقرأ له الشبهات حول الاسلام لمحمد قطب، او حقائق الاسلام واباطيل حكومه لعباس محمود العفار، وكثير اتكلموا في موضوع الرق حتى هيكل في كتابه اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. واحد بيقول بيقول انا سمعت انت بتقول لنا ربا البنك حرام، وبعدين انا سمعت من واعظ في مسجد بناء على فتوى المرحوم الشيخ سلكوت بيحلل مال البنوك على اساس ان البنك هيئة اعتبارية، فما رأيك انت؟ ما هو انا هقول رأيي في اللي جاي اخويا، هو انا هسكت؟ هقول رأيي وهخليك تشترك معايا في رأيي كمان، بس المرة دي انا عاوزك تعيش معانا في المشكلة، يعني افهمك الخطوات الاسلامية ماشية ازاي، ومش كلامي انا لوحدي، هجيب لك كلام خيار الاقتصاديين الاسلاميين مع كلام بعض الاقتصاديين الاجانب، والحمد لله نجمع لك كتب قد كده في الموضوع، فالمسألة قريبا هتعرفها ان شاء الله في يوم الاسبوع الجاي. سمعنا ان بعض الناس ان البيت حرام، ويقول اللي بيتحدث ده ان احد الدكاترة اكتشف انهم يضعون فيها عصارة كبد الخنزير. الكلام ده اسعوه زمان وطلع كلام غير حقيقي. فاحنا في مبدأ اسلامي ان الشيء لا يطرح الشيء بالشك. لما واحد يشككك تقول لك الطعام ده باين عليه حرام، باين على الدجاجة دي ميتة، باين عليها مسروقة، ولم تتأكد يبقى ليس عليك ذنب اذا اكلتها، ليس عليك ذنب اذا لطفتها. بعدين السؤال بيقول في بعض البيوت بتعلق صور في الحيطان في البيت، اما صور الاسرة او صور اصدقاء، ما رأيك فيها؟ شوف اذا كانت نصية الصور النصية كلها لا شيء فيها على الاطلاق ولو كانت تماثيل. اما الصور الكاملة ان كانت تماثيل حرام وتمنع دخول الملائكة وده ما فيش شك. اما ان كانت صور فوتوغرافية فهي لا تزيد عن الكراهة الا اذا كانت صورا مثيرة، اللي هي الصور الخليعة، واحدة عريانة واحدة كده ولا كده، من الحاجات اللي انت بقى عرفتها وانا ماني عرفتها. هل يعتبر صبغ الشعر حرام؟ يا سيدي صبغ الشعر بالاسود ليس حراما، الراجح انه مكروه، لان في 20 صحابي صبغوا شعورهم بالاسود.
وده رأي خلاصة الرأي في الموضوع، إلا إذا كان الصبر من جسم، يعني حضرتك بتصبر وتروح تعرف أسد وتخطب بنت سن 20 سنة عشان تقول لهم أنا أصلي شاب صغير، وتروح تفرض وشك بطريقة معينة علشان ما يتغشوش فيك، وبعد ما يبان الحكاية يظهر من سنك 60 سنة 70 سنة فطلعت مطلب لكن محدش كان عارف، هذا يبقى غش يبقى حرام. واحد يقول ان عندنا اللجنة بتقول عندنا المأثورات وعندنا الغارة على العالم الاسلامي وعندنا معارف الله وعندنا الاسرقة والرسائل. طيب حصة البركة. وواحد بيقول ربنا بيقول في الجنة ان عرضها السماوات والارض، ارجو تفسير هذه الاية وتبيان اين مكان النار. هو الحقيقة لسه ما اكتشفت النار. وبرضو شوف يا اخي الذي عجبني قول كثير من العلماء بيقول انه الشمس بتاعتنا بتكون اقل الشموس اصغر الشموس، ومعروف انها اكبر من الارض 1,250,000 مرة. قال امال الشموس اللي اكبر منها حجمها ايه؟ حجمها فوق ما نتصور. الشمس بتاعتنا السطح بتاعها من الخارج اكبر من 10,000 درجة حرارية، اما من الداخل تبقى شكلها ايه؟ ولذلك قال بعض العلماء لا تفكروا في النار، لان كل شمس عبارة عن قطعة نارية، لا تفكروا في النار فالفضاء كله نار، اللي عاوز يوصل الغاز مفتوح. اما يبقى كل شمس هي عبارة عن قطعة نار، فالشموس كلها موجودة، يعني المسألة ما تستاهلش انك تفكر كتير. اما الجنة موجودة في كلام العلماء والوارد في الاحاديث انها موجودة في السماء. طيب هل الجنة كلها اللي في السماء اذا كان عرضها مثل كل السماء والارض يبقى النار وطولها لسه ما تعرفش تبقى موجودة في السماء فين؟ قالت برضو دي هل هي موجودة في السماء داخل السماء او موجودة في السماء فوق السماء؟ برضو ده موضوع فوق تصورنا. المهم ان الجنة موجودة وهذا ما لا شك فيه، لكن مكانها بالضبط الله اعلم به. والغيب كده الساعة على ابيك، هل يجوز لولي الا تسعر البضائع؟ يعني عاوز يقول ان الدولة لها تسعر البضائع اذا خيف على الشعب من ضرر ارتفاع الاسعار الدولة لها الحق في التسعير، اما اذا لم يخف يبقى لا تسعر. اغضب بالحديث. واحد بيقول أخ إذا إحنا يعني اللي في المسجد قارنا عملنا بعمل المؤمنين الأوائل إن ينطبق علينا تثبيته في السلوك الاجتماعي إن إحنا متمسلمون يعني ولسنا مسلمين، أنا أرجو يا إخوة إن إحنا نكون مسلمين ولا نكونش متمسلمين. المتمسلمون أنا ذاكر صفاتهم وأخلاقياتهم في السلوك الاجتماعي، وانا افتكر ان يعني احنا يجب نتخطى مرحلة التمسلم. التمسلم يعني ايه؟ يعني ادعاء الاسلام بدون عمل حقيقي من الاسلام. وانا اذا حبيت اقول لك سابقا يعني احنا برضي اللي في المسجد ما تزعلوش، يعني اكثريتنا متمسلم، اكثريتنا متمسلم، فنرجو ان ربنا يحولنا كلنا الى مسلمين. بس احنا بنسير في طريق البحث عن الحقيقة وطريق البحث عن العمل، واللي بيمشي في طريق البحث عن الحقيقة بيعتبر معذورا عند الله، انما اللي غير فيه فرق بالانسان عنده نفس
وهو معذور لانه بيبحث ونفسه يكمل نفسه، وبين انسان عنده نفس ولا عذر له لانه لا يبحث كي عن تكميل نفسه ولا يبحث عن علاج امراض. بعدين واحد بيقول ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم تبعا، يعني ازدادوا كفرا وماتوا على كفرهم. هذا هو الكلام الصحيح. انما لو اي واحد عند الموت قبل الموت تاب ربنا بيقبل توبته، الا اذا كان الله تعالى طبع على قلوبهم واخبر في القران او في عن طريق النبي ان هؤلاء لا تقبل توبتهم، كما حصل بالنسبه لثعلبه وبالنسبه لابي لهب وبالنسبه لابي جهل. هؤلاء انتهى امرهم فلا تقبل اي توبه منهم، كما ان الذين تطلع عليهم الشمس من مغربها لا تقبل توبتهم. تبعا اللي يطلع عليه اللي تطلع عليه الدابه لا تقبل توبته الى اخره، يعني في حالات معينه لا تقبل فيها التوبه. يبقى يدخل فيها المعنى ده. عندما ادخل المسجد قبل الاذان واصلي ركعتين في وقت غير مكروه فيه الصلاه، هل الركعتين تكفياني عن صلاه السنه بعد الاذان؟ اذا كنت تقصد بيها اذا قصدت بالركعتين سنه الوقت تكفياني، اذا كان الوقت دخل، اذا كان الوقت دخل وقصدت سنه الوقت تكفياني، يعني انت دخلت الظهر واجب لكن لسه ما اذنوش، فانت اول ما دخلت نويت بالركعتين سنه المسجد وسنه الظهر، يبقى في الوقت ده تكفيان. اما اذا كان الوقت لسه ما دخلت ما جاش وقت الظهر يبقى طبعا لا تكفيان. ما مصير النساء في الجنه؟ هل يتزوجن ام يتمتعن؟ كل النسوان اتبسط هتتزوج في الجنه، هتتزوج رجال. يعني ايه اللي ماتت على ذمة زوجها ودخل زوجها الجنة هتخش معاه وتعيش في احسن متعة، اما اذا زوجها دخل النار والعياذ بالله هتختار هي اي راجل في الجنة تقف تنقي كده اللي يعجبها. كذلك الفتاة اللي ماتت قبل مات الزوج بتختار برضو اي رجل، كذلك المرأة اللي طلقها زوجها بتختار اي رجل بس تخش الجنة هي، وبيبقى لها في الجنة ممالك مملكة مثل مملكة الرجل تماما، بس مملكة للأكل والشرب والهيصة والفسحة والزيارات والحاجات دي كلها، لكن راجل واحد بس. طبعا الستات بيتغاظوا، طب وانا اللي عملت كده؟ ما ربنا اللي عامل، هو الرجالة متفضلة عن الستات، ولا ما كانت عاجبته ربنا عامل كده؟ ادي السماء وادي الارض، وبقى اللي طايل بارد ينحس. قلت احنا دخلنا الجنة يعني خلاص احنا عارفين الرحيم ربنا يتوب علينا. بعدين واحد بيقول رجل عنده زوجة بعد الزواج عملت مدرسة وساعدت جوزها، وبعد مدة طلب منها الاحتفال يعني لبس الشرع فرفضت بعد ما عملها بما امرها الله امره الله ولم تجيبه ابدا، فاذا طلقها وجب عليه دفع ما انتجته من فلوس بعد ان صرف ما انتجته، يعني ايه المبلغ في مصرفه؟ لا يا سيدي، لو طلقها المبلغ اللي تسجلت كاعطاء لمصروف البيت لا تاخذه، لانها بتعطيه كثير من اما حق واما تبرع، فان كان حق لانها بتشارك يبقى ليس لها ان تاخذه، وان كان تبرع ليس لها ان تاخذه. بعدين بواحد بيقول انا شاب بلا زواج ولو الف دينار في البنك وصار له 3 سنين يعمل في الكويت الان، فياخذ 30 دينار فوائد هذه الالف ويزوم على الفقراء والمنظمه الفلسطينيه، هذا حلال ام حرام؟ ايوه، ياخد المبلغ ويوزعه بس يتوب من الفوائد تاني، يعني يشيل المبلغ من الفوائد ويضعه بدون فوائد. انتوا فاهمين عني غلط، انا قلت لسه ناس فاهمين وانا افتكرت، انا قلت
ان انا ممكن اخد الفوائد اوزعها على الفقراء في حالة واحدة. يعني فاهمين غلط يفهمون. انت انا قلت لما اضع المال في البنك بفائدة نيتي منه انه بفايدة حرام، ولو كان انا حوزع الفايدة على الفقراء لان نيتي نية ربا، زي واحد راح يسرق عشان يوزع الفلوس على الفقراء، حرام ولا حلال؟ طبعا حرام، النية لا تحل حراما. لكن انا اقول واحد وضع الفلوس وجه تاب من الفوائد وعاوز يسحب المبلغ ويضع حساب جاري او يسحبه مطلقا، له 100 دينار، ياخد ال 100 دينار ولا يتركها للبنك؟ قلت له ما دام صبت خد ال 100 دينار ولا تستفد بها لا انت ولا اهلك، لكن وزعها على اي ناس محتاجين. ادي ان احنا في الناس. لكن تروح تضع الفلوس في البنك وتقول انا هاخد منها فوائد اوزعها على الفقراء، هتاخذ جنب نيتك لان نيه الفوائد حرام. عرفتم؟ ارجو من فضلكم انكم توعوا للشغل ده، لحتى الناس بينسبوا الي غير كده. الاقساط اللي تعامل بها الناس بالنسبه للمكيف اذا كان فيها فوائد برضه تبقى حرام. ما احنا قلنا الكلام ده. رأي الشارع في ربح البضائع غير اساسيه الاستهلاكيه علما بان بعثنا بقى جاي الكلام ده لسه. هل يجوز حرق الفران بالنار والبنزين؟ حرام يا اخي، ولو حرق النمل لا يجوز. الحديث لا يعذب بالنار الا صاحبها، فالتحريق ممكن انك انت تقتلها باي ماده سامه. واحد بيقول انا كنت بصلي بالليل زمان ودلوقتي ما بصليش، علي ذنب؟ لا، صلاه الليل نفي سنه، اذا لم تصلها لا ذنب عليك بس بتحرم الثواب. ما حكم الشرع في نصف الصورة؟ انا قلت لك عليه. ونصف الصورة لا يمنع الملائكة. واحد بيقول الخمرة لو لمست الملابس تنجسها. ايوه، اكثر الفقهاء تنجسها، وبعض الفقهاء يقول ان الخمر ليست نجسة. هل يحق للي يعمل في شركة اجنبية بمهنة طباخ ان هو يطبخ لحم الخنزير؟ لا، حرام عليه، لا يجوز ان يطبخ لحم الخنزير. امال يعمل ايه؟ طب انا هعمل لك كده. هل سيدنا اسماعيل له اولاد؟ نعم له اولاد، وهم اولاده من العرب. لكن انا ما احفظ اولاد الان، يمكن ترجع للبدايه والنهايه يجيب لك السلسله كلها تقريبا يعني. وعندك كتاب قصص الانبياء للثعالبي يجيبهم لك كلهم من اولهم لاخرهم. هل الامام مالك والامام الشافعي تلمذوا او دخلوا العراق؟ الامام مالك ما من واحد من دول من الائمة الا وتتلمذ. اما الامام مالك فلم يدخل العراق لانه كان بالمدينة على طول. اما الامام الشافعي فدخل العراق حقا وتتلمذ فيها على علمائها. من اين وكيف وجد الحجر الاسود؟ الحديث ان الحجر الاسود جه من الجنة وكان ابيض وسودته خطايا بني ادم. هل يدخل الصوم اذا غطس في البحر وبركة مية والغبار الكثيف والدخان ده يدخل الصوم والابرة تحت الجلد؟ لا، الغطس ما دام ما فيش حاجة دخلت في فمه في جوفه من الداخل، الغطس في المية لا يدخل الصوم، وبركة المية لا تدخل الصوم، والغبار الكثيف لو دخل حتى في الحلق لا يدخل الصوم، والدخان اللي يكون منتشر في الجو او في المصنع لو دخل لا يدخل الصوم لان معذور، والابره لا تدخل الصوم. رجل في ليل سليم واكل الطعام في السحور وفي النهار صار مريض، هل يجوز له يفطر من صومه؟ ايوه يجوز يفطر، اذا كان صايم نافل يفطر ولا شيء عليه، واذا كان صايم فرض غير رمضان طبعا بيفطر ويبقى يعيد اليوم اللي عليه هذا. في وقتنا هذا يدخل شهر رمضان في الصيف والناس عندهم من بستان النخيل ويشتغلون لجمع التمر في الصباح حتى المساء وهم صائمون، هل يجوز لهم الفطر؟ يجب عليهم الفطر، يجب عليهم الصيام يا اخي، ولا يجوز الفطر. وممكن يوزعوا العمل، يعني يخلي جزء في اول الصباح والوقت فين، وجزء في اخر النهار والوقت بيكون بارد.
وضروري اشتغل في وقت الحر. افرض ان ضروري يشتغل ولا يحتمل الشغل لا يطيقه، الذي لا يطيقه بحيث انه يمرض او يتضرر يباح له الفطر. والكلام ده مكتوب عندك في رسالة الصيام، الناس اللي يجوز لهم الفطر اقرأها عشان تعرفها فيه. بعدين اخر حاجة، واحد بيقول امي وابي من الموظفين على حضور جلسات الخميس ولا يقصران في عمل الخير، وكل واحد منهم حد، لكن المشكلة ليست في امي او ابي، انها في اختي واخي، فاختي هذه تخرج كاسية متبرجة ولا اعرف كيف امنعه من ذلك، والدي لا يتكلم وكأنه لا يعيش معنا، اما والدتي فتقول بانها مستورة لا لبس نفسي ولا غيره، فوالله لا اعلم ماذا افعل. وانا والله يقول لا اعلم ماذا افعل. طب انا هعمل ايه في اختك؟ ادعي ربنا ينجيها. وانت بقى يعني قل لابوك يابا حطيت النار وربنا هيعذبك اذا ما كنتش تأمرها تعمل بالشرع. وقل لامك بالتكليدة يا ستي الشرع مش بس عباده.